هشام عزمي اسم له تاريخ كبير في كرة القدم، مشوار طويل سواء كلاعب كرة قدم، لعب للعديد من الأندية ومنها الزمالك، أو على المستوى الإداري بالنسبة للأندية أو مناطق كرة القدم أو اتحاد الكرة، حتى وصل إلى أعلى هيئة رياضية في العالم الفيفا، وكان له دوره وبصمته لأكثر من 11 عاما في الاتحاد الدولي لكرة القدم. هشام عزمي ليس مجرد لاعب أو إداري فقط، بل هو مهندس معروف له بصمته في الكثير من الملاعب والاستادات المصرية والفنادق والقاعات المعروفة، وله أيضا نشاطه الكبير في شرم الشيخ وسيناء، وهو يعتبر أرض الفيروز عشقه الكبير ومعظم وقته هناك. هشام عزمي اسم أثير حوله الكثير من الجدل، خصوصا في الملف الذي تقدمت به مصر لاستضافة كأس العالم في عام 2010، ولم تحصل مصر على أي صوت. وخلال حلقتنا الليلة سيكشف الكثير من الأسرار والتفاصيل عن هذا الملف الذي تعرض بسببه لضغوط كبيرة. هشام عزمي لاعب وإداري ومهندس عاشق لبلده، يعمل في صمت، انسحب من المشهد في العقد الأخير حفاظا على اسمه وكرامته، وركز في عمله الخاص. والليلة مع المجري سنفتح كل الملفات. تعالوا نرحب بالمهندس والكابتن هشام عزمي على شاشة الأهلي. كابتن هشام حارس المرمى الكبير، أهلا بك مع المجري.